حقيقة أن الحديث عن نوفمبر هو حديث عن الحرية والاستقلال ووضع حد للتبعية والاحتلال. ومن الطبيعي أن تدفع الشعوب، ودفع الشعب الجزائري ثمنا باهظا من أجل الحرية والاستقلال، ابتداء من الوقت الذي وطئت فيه أقدام فرنسا، الجيش الفرنسي في الجزائر، والشعب الجزائري لم يهنأ ولم يركن إلى الراحة من أجل استقلاله إلى يومنا هذا. وما نوفمبر إلا محطة فاصلة كبرى لروافد كثيرة فكرية وجهادية، وانطلقت الثورة التحريرية في كامل التراب الوطني، وهو جهد كلي جماعي أنتج، بحمد الله، أنتج الاستقلال. ولكن هذا الاستقلال للأسف الشديد كان ناقصا، وانقلب على الاستقلال الحقيقي، وزج بالشعب الجزائري مرة أخرى في مشاريع تعطل إرادته الحرة. وبالتالي بدأ الشعب الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا في نضالات مستمرة، ولم يهدأ أبدا، ابتداء من انتفاضة آيت أحمد، فإلى الجهود الفردية الفكرية والنضالية والحزبية، فإلى الربيع الأمازيغي في الثمانينات، في أوائل الثمانينات، فإلى أكتوبر 88، ومن قلب على الإصلاحات التي كانت جزءا ما أنها تنفتح على بعض بنود نوفمبر، ولكن انقلب عليها وعاشت الجزائر مأساة العشرية السوداء. فإلى 22 نوفمبر الحراك الذي انطلق فيه الحراك الشعبي ضمن الحراك الوطني الشامل وضمن حراك الشعوب، وكلها نضالات من أجل التحرر ومن أجل الاستقلالية وضد التبعية. ولكن للأسف الشديد حتى آخر هذه المحطة اللي هو محطة الحراك الشعبي انقلب عليه بما يقال بدستوريا، فانقلب عليه وعاد الاستبداد من جديد. وبالتالي فنقول من هذه الخلاصة، نقول أن نوفمبر إلى حد الآن لم يتحقق في روحه، ولم يتحقق في مبادئه، ولم يتحقق في بناء الدولة الديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية، إلى حد الآن لم تتحقق. ولذلك في الشعب الجزائري مستمر في انتفاضاته من أجل تحقيق هذه الدولة، الدولة القانونية، الدولة النوفمبرية، الدولة العادلة التي يأمل إن شاء الله قيامها، وهو في النضال مستمر من أجل هذا.